السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة احنا هنتكلم او هتكلم معاكم كده في الأربعة كتير ما نزلتش حلقات على القناة عندي. معلش كنت مشغول. بس النهاردة هتكلم معاكم على حاجة مهمة جدا ليكم كلكم. يعني اللي هي ايه؟ الطموح. الطموح بس مش الطموح بتاع بيراميدز. الطموح اللي هو بتاعنا احنا. طيب ايه الطموح بتاعنا احنا؟ النهاردة قاعد بتكلم معاكم وطالع معاكم مش لابس جاكيت مطبخ. لابس قميص وبنطلون. وبشتغل حاجة تاني غير اللي انا بقالي حاجة و 30 سنة بشتغلها. يعني من سنة 90 لغاية 22 انا بشتغل في مطبخ شيف. ودلوقتي انا بشتغل في قسم الاغذية والمشروبات دايركتور فود اند بيفرج. فندق كبير في تشين كبيرة والحمد لله رب العالمين. طيب اول حاجة طبعا انا بشكر الشخص اللي وثق فيا واداني التايتل ده وهو اللي عمل لي الشيفتنج للكارير ده. بس هو اكيد حد يعني عنده رؤيه او عنده فيجن خلى او شاف ان فرصه ممكن يقدر يطلع منه حاجات اكتر ما هو كان بيشتغل شيف. طبعا انا بشكره. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه طيب ده انديكيشن او ده كده حاجه تقول لكل ما هو بيشتغل في اي شغلانه مش شرط مطبخ بس ان دايما خلى عندك ثقه في نفسك وثقه في ربنا ان انت تقدر تطلع وتكبر وتعلى وتكتر اكتر من كده. يعني تقدر تعمل اكتر من اللي انت فيه. ما تخليش لنفسك سقف طموح واحد وتشتغل عليه. يعني ما تقفلش سقف طموحك ان انت عايز تحمل احلامك ان انت تبقى تشتغل في المطبخ وتبقى اخرك سوشيف. لا خلي علي الطموح. طب ايه اكزيكتيف سوشيف؟ لا اكزيكتيف شيف برضو لا. وافضل كمل. طيب هل الطموح ده بيطلع لوحده او يعني هل بيتحقق لوحده ولا محتاج تعب او محتاج ان انت تتعب عشان تعمله؟ اكيد اي حاجه في الدنيا لازم انت محتاج ان انت تتعب عشان ربنا يكافئك عليها. طيب انا يعني الحمد لله رب العالمين انا بشتغل في مجال المطبخ يعني بقالي سنين طويله. حبيته فهو حبني. اتقنته واهتميت بتفاصيله وذاكرته وتعبته واشتغلت عدد ساعات شغل كتير. ويعني الحمد لله رب العالمين يعني ربنا ما بيضيعش مجهود حد اخر. لازم انتوا يعني لو حد بيفكر انه يكبر او يطلع في المهنه بتاعته مش في المطبخ في اي مهنه في المهن كلها لازم يجتهد فيها ولازم يهتم بالتفاصيل بتاعتها ولازم يتقنها ويتعامل معها كده ان هي دي هي كل حياته. يعني هي رقم واحد في حياته قبل اي حاجه خالص. يعني رقم واحد شغلك. رقم اثنين اي حاجه تانية حتى لو كان بيتك وعيالك لو انت عايز تطلع لو عايز تسكن. طيب انا يعني الحمد لله يعني ربنا كرمني بس انا بشتغل اكزيكتيف شيف وكيتشن دايركتور واكزيكتيف شيف ودايركتور في كولينيري. يعني مفيش حاجه في المطبخ الحمد لله انا ما عدتش عليها ولا اشتغلتها. طيب واشتغلت في اماكن كبيره جدا وخدت خبرات. كل مكان اشتغلت فيه انا خدت منه خبره واستفدت منه واتعلمت فيه. كل مكان دخلت واشتغلت فيه خدت منه خبره افراد خدت منه خبره المكان الستاندرد بتاع الشركه بيقول ايه في كل التفاصيل بتاعه شغلي. طيب ما اعرفش يعني ممكن تكون دي مدرسه ما بتمشيش مع الكل او مش كله بيحبها. في ناس بتحب تستقر. انا بالنسبه لي الاستقرار برده حاجه كويسه بس انا يعني انا عشان اشتغل في فندق في وظيفه واحده مثلا الايام عشان اقعد اكزيكتيف شيف في فندق واحد لفتره اكتر من 3 سنين انا بالنسبه لي انا شايف ان دي يعني سنه انت عمال تكررها كذا مره. مفيش تشالنج جديده مفيش تحدي جديد فما اعرفش. دي وجهه نظري انا وانا اشتغلت كده. انا بحب الشغل بحب التطور بحب ان انا ابقى كريتيف واغير واشوف مشاكل بطرق مختلفه. الفندق ده فيه تشالنج دي بالشكل ده هنعالجها ازاي. الفندق ده لكشري الفندق ده كوميرشال الفندق ده اول انكلوزيف الفندق ده هاف بورد. يعني جربت كل حاجه مره في طابه ومره في اسوان ومره في القاهره ومره في الغردقه ومره في يعني في الساحل الشمالي. يعني مفيش مكان الا ما نخش عندك حتى المراكب النيل بتاعت اسوان الاقصر. يعني الواحد لازم يجرب ويشوف مطاعم كاترينج يعني كل حاجه ليها علاقه بالشغل بتاعنا الحمد لله انا جربتها والمفروض الناس كلها تجربها عشان يبقى عندها مالتي اكسبيرينس في كل الفود برودكتس اللي شغاله. يعني هخش مطعم هعرف اعمل شغل مطعم هعرف بيدير ازاي. هشتغل في مراكب هعرف اشتغل مراكب ازاي اللي هي البحر. هشتغل في مطاعم هشتغل في فنادق هشتغل في فندق لاكشري بيشتغل بكواليتي عاليه قوي اوكي. لا هشتغل في حاجه مثلا ايكونوميك يعني الفندق يكون بيشتغل بليفل اقل شويه برضه شغال. كل الخبرات دي بتسعفك ان انت بعد كده لما تيجي تطلع تبقى
يبقى عندك ثقه في نفسك وتقدر تاخد الخطوه. انا بقول لكم يا شيفات مصر مبروك. الشيف عصام اللي انتم كنتوا شايفينه وشغال معاكم شيف، قلع الجاكيت، لبس قميص وبنطلون، اشتغل دايركتور فود اند بفرج في شركه كبيره، وهيكمل وهيكمل يعني وهيكمل لغايه ما كده ربنا يأذن يعني، وهيكمل. ليه؟ لان انا عندي طموح، وسقف الطموح عندي ما بيقفش، وبتعلم بسرعه وبحب اتعلم بسرعه. والمفروض اي حد عايز يطلع ويكبر لازم يكون بنفس المينتاليتي او نفس العقليه دي، يتعلم ويكبر، واللي ما يعرفش يسال يتعلمه. مش عيب لما يكون ما يعرفش يسال. يعني لغايه دلوقتي دخلت انا بتعلم من ويتر ومن باسبوع، ايه المشكله؟ بعرف اتعلم، مفيش اي مشكله. بنتعلم عشان نطلع ونكبر، وعندك طموح وعندك هدف انت رايح له، تمام. لكن انا وصلت ان انا خلاص بقيت احسن شيف في العالم، مفضل قاعد انا شيف، طب خلاص ايه الانجاز في كده؟ طبعا الا لو انت معتز بالجاكيت زي ما انا معتز بيه، اوكي، بس الطموح لازم يكون متواجد معاك في جميع مراحلك المهنيه. طيب دلوقتي قصه ان الاكزيكتيف شيف يبقى فود اند بفرج دايركتور ويكمل، الموضوع ده ما هوش كان حاجه سهله او ما حدش كان بيفكر فيها، لكن دلوقتي انا متالكه اهو. يلا بقى شد حيلكم وحصلوني، تمام. ده مش معناه كده ان انا سبت المطبخ خالص، لان المطبخ بيجري في دمي خلاص، وبحب المطبخ جدا يعني. وحتى لو اشتغلت ايا كانت الشغلانه هشتغلها ايه، المطبخ هو رقم واحد انا في حياتي، لان المطبخ هو يعني اللي عمل حاجه اسمها عصام. يا رب اكون كده دايما متواصلين مع بعض، والقناه بكملها زي ما هي، لان انا مش معنى ان انا اشتغلت في الاف ام بي نسيت المطبخ او نسيت المعلومات اللي انا كنت بقولها لكم في المطبخ. النهارده اعتبروها كده ده حافز ليكم، عشان خاطر الطموح، عشان خاطر اللي عنده حاجه نفسه يعملها. الفيرست كومي ربنا يكرمه ويبقى شيف دوبرتي، والشيف دوبرتي يطلع سو شيف، والسو شيف يبقى اكزيكتيف سو شيف، وهكذا، والعمليه تكمل. لان الشغل مش حكره لحد، خدوا قدوه من الاجانب. كل الناس، معظم الناس اللي هم الجي ام بتوع كل الفنادق الاجانب اللي كانوا اجانب، هتلاقي في الاول بادئ بورتر وستيورد، وبعد كده دخل المطبخ، وبعد كده دخل البيلمن، وبعد كده دخل هاوس كيبنج، لغايه ما وصل بقى مدير عام. العكس ده، مدير عام طالع من اوبريشن، يعني اتمرمط، يعني عارف تفاصيل التفاصيل، يقدر يتعامل مع الناس ويقدر ينزل للناس ويفهم مشاكلهم. يلا جود لك، وربنا يوفقنا جميعا، وان شاء الله كده نتقابل في الحلقه الجايه. شكرا.